كابتن نجم الفريق وكابتن الفريق عبد الله عبد السلام. يعني عبد الله الف مبروك الفوز واداء اكثر من رائع، والعام الثاني على التوالي الثلاثيه وبدون هزيمه 84 مباراه. الحمد لله رب العالمين. طبعا ببارك لجميع النادي الاهلي، مجلس اداره النادي الاهلي، ببارك للجهاز الفني المحترم بكذا كابتن محمد مسلح طبعا وتايجر ومي وجمعه. طبعا جهاز على اعلى مستوى، لعيبه رجاله الحمد لله رب العالمين، 84 ماتش على التوالي بدون اي خساره الحمد لله رب العالمين. من الموسم اللي فات واللي قبليه راح من 2 بونت بس الحمد لله رب العالمين، يعني ما قصوش على المسيره بتاعتنا، حصلنا كل البطولات اللي احنا عايزينها الحمد لله رب العالمين. جمهور الاهلي واللي بقى احلامه في السماء بالنسبه لفريق الطايره، والانجازاتكم انتوا اللي اديتوهم الحلم دوت، توعدهم بيه وتقول لهم ايه في سندتهم الكبيره الفتره اللي فاتت ليكم؟ طبعا اول حاجه بشكرهم على وجودهم معانا في بطوله افريقيه، كنت اتمنى يكونوا موجودين معانا في الكاس والدوري، بس انت طبعا زي ما الناس كلها عارفه ظروف البلد وعدم اقامه المباراه بجماهير. طبعا بشكرهم جدا وبقول لهم ان شاء الله رب العالمين فريق الفولي هيفضل زي ما هو ماشي على الطريق الصواب الطريق الصح الحمد لله رب العالمين، نحسم كل البطولات، ربنا يكرم السنه الجايه نقدر نشارك في 4 بطولات ويبقى الجدول او البطولات كلها ماشيه معانا بطريقه كويسه ان شاء الله رب العالمين، ربنا يكرمنا ان شاء الله ونحافظ على الالقاب، ودي اقل حاجه نقدر نقدمها للنادي الاهلي وجميع النادي الاهلي. شكرا كابتن وبالتوفيق في اللي جاي ان شاء الله. شكرا ليكم ومبروك علينا كلنا، الف شكر. شكرا.